النهاردة، وهو بيان وزير المالية أمام البرلمان، وتحديدا إلقاء بيان الموازنة العامة الجديدة للعام المالي الجديد. وزارة المالية أعلنت مجموعة من الأرقام الجديدة في هذه الموازنة، زي مثلا زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ل 356 مليار جنيه. أيضا كان في أرقام مختلفة فيما يتعلق بالتعليم، بالصحة، بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا. كان في أكثر من رقم، مثلا باب الأجور في هذه الموازنة أكتر من رقم مختلف محتاجين إن احنا نعمله قراءة. هتفاهم معانا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. دكتور هشام، بعد التحيه واهلا بحضرتك. والنهارده وزير الماليه وهو يلقي البيان كان بيتحدث عن انه هذه الموازنه الغرض منها مجموعه من المستهدفات الرئيسيه. ما هي هذه المستهدفات يا دكتور هشام؟ مساء الخير، في البدايه تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. هو بالتاكيد عدد من المحاور بتحرك فيها الموازنه العامه للدوله في اطار استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي في مرحلته الثانية، والأهم وهي الإصلاح الهيكلي. بالتأكيد ما يتعلق باستمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بالتأكيد من بين هذه المستهدفات، ما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، ما يتعلق بنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي وصولا للمعدل النمو الاقتصادي وما إلى ذلك. دي كلها الحقيقة مؤشرات اقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي، وبالتأكيد الموازنة العامة للدولة بتأتي في هذا السياق مع عدم الإغفال بأنه نحن نمر في ظروف استثنائيه للغايه، مش بس للاقتصاد المصري لكن كمان للاقتصاد العالمي. وقد استمرار او الحقيقه التداعيات السلبيه لجائحه كورونا اللي هي استمرت لما يزيد عن عامين، ثم دخولنا في حرب مشعه في اوكرانيا بالتاكيد اثرت على كافه مؤشرات الاقتصاديه في معظم دول العالم، وبالتالي مع التزام التام بمؤشراتنا على مستوى الاقتصاد الكلي بالتاكيد هناك درجه عاليه من المرونه في الموازنه العامه للدوله في اطار محاولة التكيف مع ما يحدث على المستوى الدولي. المستهدف الثاني بالتأكيد هو ما يتعلق بالبعد الاجتماعي، وده الحقيقة التزام قوي من جانب الدولة المصرية. احنا بنتكلم على موازنة بالمناسبة هي الأهم والأكبر في تاريخ مصر، بنتكلم على إجمالي موازنة تجاوز 2 تريليون 71 مليار جنيه، بنتكلم على إيرادات مستهدفة أيضا هي الأهم والأكبر، بنتكلم على ما يتخطى 1.5 تريليون جنيه. دي الحقيقة كلها أمور هامة على مستوى الموازنة العامة، لكن ما يتعلق بمخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالتأكيد هو ده اللي بيتزايد أخذًا في الاعتبار كما أشرت، الظروف الاستثنائية اللي بيمر بها الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، واللي بالتأكيد بتنعكس على المواطن في ما يتعلق بارتفاع الأسعار واللي بيترجمه ويقيسه ارتفاع معدل التضخم. فبالتأكيد ما يتعلق بالبعد الاجتماعي الحقيقة ما زال بيتم توجيه المزيد من المخصصات لهذا الامر وصولا للمستوى اللي بتستهدفه الموازنه وهو 356 مليار جنيه. بالتاكيد ده رقم هام للغايه جنبا الى جنب مع استمرار الزياده في الدخول. احنا بنتكلم على اجمالي الورود الوجود تجاوز او وصل ل 400 مليار جنيه، وده الحقيقه كمان هو الرقم الاهم بالاضافه ل ما يتعلق بمستلزمات السلع التموينيه 90 مليار، ايضا دي الحقيقه كلها ارقام كبيره للغايه، والهدف الاساسي منها هو مراعاه البعد الاجتماعي، مسانده المواطنين في التغلب على الظروف ارتفاع الاسعار وموجه التضخم الحقيقه بتظهر داخل مصر، واللي الحقيقه بياتي جزء منها من الخارج بحكم ارتفاع الاسعار على مستوى الدولي.
ايه الارقام التانية اللي حضرتك وقفت عندها لانه كل الارقام تقريبا مختلفة عن قبل كده. بنتكلم على استمرار بعض المساندات الاجتماعيه في اطار برنامج تكافل الكرامه، والحقيقه مش بس على مستوى زياده المخصصات او زياده المبالغ، لكن كمان زياده عدد المستفيدين من هذا الامر. استمرار ايضا اصلاح نشاط البعد الاجتماعي ما يتعلق بتوجيه جزء مهم، وده الحقيقه عام بعد الاخر لصناديق المعاشيه، بنتكلم على تقريبا ما يتجاوز 190 مليار جنيه بيتم توجيهها في موازنه العام الجديد لدعم الصناديق المعاشات، وده الحقيقه استكمالا ان يبقى كافه اموال التامينات والمعاشات الحقيقه مؤمنه وتدار اداره اقتصاديه كفءه بعيدا عن الاموال العامه. ما يتعلق ايضا بتعيين المعلمين، وده الحقيقه كان من الامور المهمه جدا سواء كان في مجال التدريس وكمان فيما يتعلق بالبنود الخاصه بالاطباء والصيادله. احنا بنتكلم على تعيين 60,000 من المعلمين، ده بالتاكيد بيرصد لهم مخصصات تقترب من 5 مليار جنيه، وده الحقيقه كمان من الامور المهمه جنبا الى جنب مع الاعفاء الضريبي. الحقيقه برضه الحكومه بتسعى انها الحقيقه تدفع حد الاعفاء الضريبي عام تلو الاخر علشان يكون في مسانده حقيقيه وجيده تصل للقاعده الاساسيه من المواطنين. يمكن دي كلها مؤشرات اقتصاديه، لكن من بين الامور الهامه في اطار موازنه عمل الدوله هو زياده الاستثمارات العامه، ده الحقيقه من الامور المهمه جدا لانه طب انا عايز اقف مع حضرتك عند نقطه الاستثمارات، وخاصه انه برضو يعني وزير الماليه في هذا البيان كان بيتحدث عن انه هيكون في ارتفاع للايرادات، واعتقد انه الاستثمار هو من ابرز هذه الموارد اللي فكره رفع الايرادات. هيكون صحيح. ده ازاي؟ يعني ما هي الخطه اللي هتكون مستقبلا، وخاصه ان احنا في هذه التحديات العالميه اللي حضرتك اشرت اليها؟ هو الحقيقه يمكن الحكومه المصريه بتندهج دهج مختلف نسبيا، انه عاده حينما تكون الظروف الاقتصاديه ضاغطه والتحديات كبير عاده معظم الموازنات في الدول العالم بتتجه لتقليص النفقات، لكن يمكن الحقيقه الحكومه المصريه بتندهج في وقت الازمه نهج مختلف، انها بتسعى وقت الازمات لزياده الاستثمارات العامه علشان تتعامل مع المشاكل اللي بتاتي من الضغوط الاقتصاديه، بمعنى انه الضغوط الاقتصاديه سواء كان جائحه كورونا او الحرب المشتعله في اوكرانيا هي بتعمل ضغوط على عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي، بالتاكيد قطاع السياحه من بينهم، ومؤكد انه هناك عدد من الوظائف بيتم فقدها في قطاع السياحه وفي بعض القطاعات الاخرى، وبالتالي فكره خلق مزيد من فرص العمل مستهدف هام جدا بالنسبه للحكومه، ويمكن فكره زياده الاستثمارات العامه بيكون هدفها عده امور. الامر الاول هو استكمال المشروعات القوميه اللي بتفتح شرايين جديده للاقتصاد، بتحسن من مستوى معيشه المواطن وبتزيد من جاذبيه الاستثمار داخل مصر. الامر الثاني انه استكمال المشروعات العامه او اقامه مشروعات جديده بياتي في محافظات نبتغي منها زياده نسبه مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي. بنتكلم على سيناء، بنتكلم على جنوب الصعيد، المحافظات الحدوديه دي الحقيقه كلها بتحظى بزياده في الاستثمارات العامه عام تلو الاخر وبنسب جيده جدا علشان هذه الاقاليم تدخل في مرحله الجني الاستثماري. بالتاكيد ما يتعلق بالاستثمارات العامه ايضا من بين اهم المستهدفات فيما يتعلق بزياده هذا الرقم انه يدفع معدل النمو الاقتصادي، وده الحقيقه كمان من بين المستهدفات اللي بتسعى اليها الحكومه المصريه، فالحقيقه زياده بند الاستثمارات العامه بيخدم علينا في عدد من مؤشرات الاقتصاد وكمان بيخدم على مستوى معيشه المواطنين. طيب لازم اقف برضو مع حضرتك عن يعني النقطه اللي بتتعلق بمعدل الدين او وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام يصل لاقل من 75% خلال الاربع سنوات المقبله، ايضا ما هي الخطه لتنفيذ يعني هذا الهدف؟ بالتاكيد ما يتعلق بنسبه الدين للناتج المحلي نسبه هامه جدا، احنا بنتكلم حاليا على 7.6%، وبالتاكيد هذه المساله ضاغطه على نسبه خدمه الدين في الموازنه، وكمان الحقيقه من الامور الضاغطه هو نسبه الدين للناتج المحلي، لانه هذه النسبه الحقيقه امامها تحديات، لان احنا في اطار ارتفاع معدل التضخم على المستوى الدولي والمحلي وفي اطار اتجاه البنوك المركزيه على مستوى العالم لدفع اسعار الفائده، الحقيقه لجنه السياسه الناديه في البنك المركزي رفعت سعر الفائده في الاجتماع الاخير 1%، عندنا اجتماع مرتقب يوم 19 من الشهر الجاي الخميس بعد القادم، متوقع ايضا هيكون في ارتفاع في معدل الفائده، ده كله بيعمل ضغوط على الموازنه العامه للدوله من شانه انه يحجم شويه المستهدف مستهدفنا فيما يتعلق بانخفاض نسبه
العجز في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي هيكون في عدم تقيد أو تقييد مرتفع فيما يتعلق بنسبة الدين للناتج المحلي. لكن اللي عايز أؤكد عليه أنه هذه النسبة ما زالت بتضاد في الأمور المنطقية الطبيعية في إطار ما هو متعارف عليه في معظم الدول، خاصة في الظروف الاستثنائية. وبالتالي طالما انه ما زال الموازنه العامه للدوله بتحقق فائض اولي، يبقى ما فيش مشكله في التعامل مع يعني ده مش هيأثر على المواطن بشكل مباشر، يعني وخاصه ان حضرتك بتشير دلوقتي لفكره الفائض، وكمان مع ما تم رصده ل يعني رفع يعني في بنود اخرى في هذه الموازنه زي مخصصات الدعم والحمايه الاجتماعيه، مظبوط كده يا دكتور هشام؟ صحيح زي ما حضرتك بتشيري تماما، انه زياده المسانده الاجتماعيه في عدد من المحاور كبعشرات دعم صناديق المعاشات او توجيه مخصصات جيده لها، برنامج تكافل وكرامه، مخصصات السلع التموينيه، زياده البند المخصص للاجور والمرتبات، بالتاكيد دي كلها بتصب في المسانده الاجتماعيه. ما يتعلق بنسبه الدين مؤكد بيكون لها تحميل على سنوات قادمه، لكن طالما انه موازنه العمل للدوله بتحقق فائض اولي، يعني ايه فائض اولي؟ يعني الايرادات تتجاوز المصروفات اذا ما استبعدنا او استثنينا تكلفه خدمه الدين، يبقى في هذه الحاله طالما انه في فائض اولي يبقى معنى كده انه ما زال الموازنه العامه لديها قدرات على تقليص نسبه الدين للناتج المحلي الاجمالي. بشكر حضرتك جدا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره، شكرا لهذه القراءه السريعه لبيان وزير الماليه اليوم حول الموازنه الجديده للعام المالي 2022 2023. طيب.